السلام عليكم. معلش انا اسف، لان بس كان في نوتيفيكيشنز جايه كتير جدا، فاضطرينا نقطع البث وهنعيده تاني. ان شاء الله يا رب يكون الصوت واضح بالنسبه لكم والصوره واضحه. زي ما قلت، البناين بروجزمال بوزيشنال فيرتيجو ده هوت توبيك، مهم جدا جدا لدكاتره الانف والاذن، مهم جدا جدا للاوديو فيستيبولر. البناين بروجزمال فيرتيجو ديلي بنشوف حالات للبالانس ديس اوردر، لازم نقدر نتعامل معاها. المريض دايما عنده سؤالين مهمين جدا، اي مريض بيجي لنا في العياده عنده سؤالين مهمين جدا: انا عندي ايه وهتعمل لي ايه، انا عندي ايه لازم اشخص وهتعمل لي ايه، بيكون مبني على التشخيص بتاعنا. هنطبق الكلام ده على البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو. قبل ما نتكلم على البناين بوزيشنال فيرتيجو، بس هنعمل ريفرشمنت للداتا بتاعتنا عن الفيستيبولار سيستم. الفيستيبولار سيستم از رول بلاي ا سنترال رول ان مينتنس اوف بودي بالانس، فيري امبورتنت مينتنس اوف جيز ستابيليتي ديورنج هيد موفمنت، خلي الصوره ثابته وانا بتحرك، اند سبيس اورينتيشن. فيري امبورتنت ديزاين تو انسر تو بيزك كويشنز ويتش ويز اب اند وير اي ام جوينج. يعني يقول لي راسي بالنسبه لجسمي فين وجسمي بالنسبه للانفايرمنت فين. ده الرول بتاع الفيستيبولار سيستم. الفيستيبولار سيستم عباره عن 3 ستيبس: بريفرال سنسوري، بتبعت انفورميشن للسنترال سيستم عشان في النهايه تطلع لي موتور اوتبوت. البريفرال سنسوري: لاترال سيمي سيركولار كانال، انتيرور بوستيرور سيمي سيركولار كانال، اليوتريك الوستاكيول، دول ار ذا ريسبتورز. الريسبتورز دي فايدتها ايه؟ information about head angular linear velocity and orient the head with respect to the gravity. This information are sent to the higher center for processing information about the position and movement of the head in space علشان في النهاية تعمل لي compensatory movement during head and postural adjustment. ده الرول بتاع الفيستيبولار سيستم and rapid review about the physiology. What do you mean dizzy? What do you mean by dizzy? البيشنت بيجي يشتكي لنا من دوخه، مهم جدا ان انا اسمعه كويس جدا، مهم جدا ان انا اعمل يعني ديسكريبشن لهيز كومبلينت عشان اقدر احدد انا ماشي في انهي اتجاه. المريض هيجي يقول لي واحده من اربعه، يا اما يقول لي I am fainting، انا حاسس ان انا بيغمى عليا، او في بالانس ديس اوردر، او في سبيننج، حاسس ان الغرفه بتلف بيا، او يبقى فيك سيمتوم كده جاست ايام ديزي. فلازم ابقى اقدر احدد وات يو مين باي ديزي. ليه؟ لان كل شكوى من دول بتودينا في اتجاه معين. بمعنى ايه؟ ان هو لو قال لي ام فينتنج، معناها ان ده سينكوب، معناها ان ده كارديو فاسكولار سيستم، معناها ان ماشي في طريق الاورثوستاتيك هايبوتنشن او كارديك اريزميا او فازوفيجال سينكوب او فالفولار اورتيك ستينوزيس، يعني عندي ديفرنت كوزز ممكن تكون كده. لكن لما يجي يقول لي I am falling, I might fall، معناها ان ده ديس ايكوليبريم، يعني في بالانس ديس اوردر. البالانس ديس اوردر موستلي بيكون نيورولوجيكال، لكن ممكن يبقى فيستيبولر، بس موستلي نون فيستيبولر، معناها ان بمشي في السنترال. او يجي يقول لي I'm spinning. spinning يعني يبقى ده ترو فيرتيجو. ترو فيرتيجو فيستيبولر ديس اوردرز. فيستيبولر ديس اوردر بقى اقولها هل هي بريفرال، هل هي سنترال، ولو هي بريفرال لازم احدد هل هي سيمي سيركلر كنال ولا اوتوليث، ولو هي سيمي سيركلر كنال ويتش سيمي سيركلر كنال، ولو هي اوتوليث ويتش وان، هل هي ساكولر ولا يوتريكولر وسنترال. ليه؟ لان الحاجات دي مهمه جدا علشان المانجمنت. او الشكوى الرابعه ان يجي المريض يبقى ال ديفايند لايت هيدنس، انا مش حاسس ان انا مش مظبوط. ال ديفايند هيدنس ده موستلي سايكاتريك انكزايتي اند اور ديبريشن. فلازم احدد الاول what do you mean by dizzy. ماشي. عندي سؤالين مهمين جدا طالما هتعامل مع مريض عنده فيرتيجو، سؤالين ما انساهمش خالص، اللي هم الانيشيتنج فاكتور. الاتاك اللي جات لحضرتك دي، هل جات لك سبونتينيوس ولا انديوس؟ سبونتينيوس ازاي؟ يعني وانا قاعد بدون اي حركه حصل لي دوخه. الدوخه دي يعني بدون اي حركه، بدون اي سبب، وانا قاعد فجاه حصل لي دوخه.
mostly spontaneous دي يبقى انا ماشي في سكه المايجريس فيرتيجوز از ذا موست كومن اندولمفاتيك هيدروب سواء كان برايمري او سكندري نيورايتس فيستيبولار بروكسيزميا ده لو هي سبونتينوس. لو او ان يجي يقول لك ايه لا انا حركت راسي يمين او شمال رفعت راسي لفوق وانا بحلق دقني الستات يقول لك وانا بشيل حاجه من المطبخ من فوق حصل لي دوخه وانا قايم من النوم حصل لي دوخه او وانا بشيل حاجه تقيله حصل لي دوخه او لما سمعت صوت عالي حصل لي دوخه معناها ان ده induced. يبقى اهم سؤال هل هي spontaneous ولا induced. spontaneous ده سكه ده طريق induced ده طريق تاني خالص. فده اهم سؤال اساله لمريض عنده دوار مهم جدا جدا هل هي spontaneous ولا induced. طيب نيجي لموضوع النهارده اللي هو spontaneously positionally induced vertigo. البي بي في benign paroxysmal positional vertigo ده induced ما هيش spontaneous never انها تكون spontaneous. المريض يقول لك ايه حصلت لي الدوخه مع الحركه وانا بحرك راسي. طيب البناين paroxysmal positional vertigo من اسمه كده عندي اربع حاجات. benign يعني not malignant, paroxysmal يعني recurrent short attacks, ماشي positionally induced و spinning sensation. دول الاربعه الاساسيين اللي اقدر اقول عليهم ده benign paroxysmal positional vertigo. طيب عندي برضو أربعة questions أربع أسئلة لازم أسألهم لنفسي لما يجي لي مريض بشك إن يكون عنده benign paroxysmal positional vertigo لازم أجاوب عليهم عشان أحل عشان يبقى أقدر أعالج المريض. أول حاجة is it benign paroxysmal positional vertigo هل ده فعلا هي true benign paroxysmal positional vertigo. طيب الحاجة التانية which ear لازم أقول هي جاية يمين ولا جاية شمال عشان أقدر أتحرك. اتنين تلاتة which canal احنا عندنا different canals في اللاترال عندي السوبيريون عندي البوستيريور سيمسترال كانال ف which canal والباثوجينيسيس هل هي كانالوسايسيس ولا كوبوليوسايسيس ولا دينست ميس ماتش. يبقى الاربع اسئله دول مهمين جدا ما ينفعش اتعامل مع مريض بناين باروزمال بوزيشنال فيرتيجو من غير ما اجاوب عليهم. هل دي بناين باروزمال بوزيشنال فيرتيجو which ear which canal and pathogenesis. ليه انا مهم عندي الحاجات دي. اول حاجه not to misdiagnose any case of central vertigo لان قانون كده قانون مهم جدا not all positional vertigo are benign paroxysmal positional vertigo. مش كل حالات البوزيشنال هي benign ومش كل حالات البوزيشنال هي peripheral. لا البوزيشنال vertigo may be central لان central cause may be presented by a positional one. يبقى not to misdiagnose. ليه لو هو peripheral او هو بيناين باروكسيزمال سهل ان انا اعمل له المانوفر هيدي دراماتيك ريسبونس واقول له روح بيتك في خمس دقائق هيروح بيته. لكن لو هي سنترال معناها ان ماست بي هوسبيتالايز ممكن يدخل اي سي يو. يبقى الموضوع ممكن يبقى سو لايتلي وممكن يبقى سو هارمفول فور ذا بيشنت. يبقى مهم جدا لازم اتاكد هل دي بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو ولا لا. ده حاجه. الحاجه الثانيه المريض جاي لي عشان يتعالج فعشان يتعالج في ريهابيليتيف مانوفر يبقى لا اختار لي الرايت تشويس اوف ذا سيوتابل ريهابيليتيف مانوفر بيعتمد على الرايت دايجنوزيس لان العلاج بتاع اللاترال غير البوستيريور غير السوبيريو فلازم اشخص صح. الحاجه الثالثه وانا بعمل الريهابيليتيف مانوفر انا ببدا بستارتنج سايد هبدا بالهيلسي ولا هبدا بالديسيز هبدا ب ال ديسيز سايد ولا الجود سايد ولا الديسيز سايد. عشان اقول كده لازم ابقى عارف ده بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو ده جاي في الناحيه اليمين ولا في الناحيه الشمال ده جاي في اللاترال ولا في السوبيريور ولا في البوستيريور وده الباثوجينيس بتاعه ايه هل هو كانالوسايز ولا كوبريوسايز ولا دينست ميس ماتش. علشان كده الموضوع مهم جدا جدا ما ينفعش مريض عنده بناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو واقول يلا تعالى اعمل مانوفر ومانوفر واحده تمشي على الكل. الموضوع سهل وبسيط لكن في نفس الوقت عاوز جود اويرنس علشان نوت تو ميس دايجنوز اني كيس اوف سنترال رايت تشوز اوف سوتابل ريهابيليتيف مانوفر رايت تشوز اوف ذا ستارتنج سايد فور مانجمنت. قبل ما نتكلم بقى على البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو عندنا امبورتنت اكسبريشنز. الامبورتنت اكسبريشنز دي كلنا لازم نعرفها قبل ما ندخل في الموضوع. ايه اول واحده؟ في حاجه اسمها جيوتروبيك وابو جيوتروبيك. يعني ايه الكلام ده جيوتروبيك وابو جيوتروبيك؟ جيوتروبيك يعني انا نايمت المريض مثلا على ودنه الشمال
النستاجمس بيروح ناحية الشمال، يعني باصص ناحية الجراوند، ده اسمه الجيوتروبيك. نيمته ناحية اليمين، النستاجمس يروح ناحية اليمين وهو باصص ناحية اليمين. الابو جيوتروبيك العكس، نيمت المريض ناحية الشمال، النستاجمس بتعمل بتحسب طبعا بالفاست فيز، يبقى رايح ناحية نيمته ناحية الشمال، النستاجمس رايح ناحية اليمين. نيمته ناحية اليمين، النستاجمس رايح ناحية الشمال. فمهم جدا ابقى عارف يعني ايه جيوتروبيك وابو جيوتروبيك، لان الحاجات دي هنعوزها قدام في تكملة المحاضرة. طيب نيجي نشوف الفيديو ده كده. ده كده المريض نايم ايه؟ خلينا نوقف الفيديو عشان نشوفه تاني. المريض كده نايم ناحية الليفت سايد والنستاجمس ناحية الليفت سايد. وبعدين المريض هحطه ناحية الرايت سايد، النستاجمس ناحية الرايت سايد، يبقى ده اسمه جيوتروبيك. جيوتروبيك. نيجي نشوف الفيديو اللي تحت. المريض نايم ناحية الليفت سايد، النستاجمس رايح ناحية الرايت سايد. ماشي؟ المريض نايم ناحية الرايت سايد، النستاجمس رايح ناحية الليفت سايد، الناحية العكسية، يبقى ده اسمه ابو جيوتروبيك. الحاجات دي مهمة ليه؟ إنها هتفرق معانا بعد كده هنحتاجها، يعني ايه جيوتروبيك ويعني ايه ابو جيوتروبيك. الحاجة التانية الاندولينف بقى بيتحرك وزن، احنا طبعا عارفين السيمي سيركلر كانال فيها اندولينف. الاندولينف بيتحرك وزن ذي الكنال، يا اما يكون دايركت تاورد اور اواي فروم ذا امبولا. لو اتحرك ناحيه الامبولا اسمه امبولو بيتال، لو اتحرك اواي من الامبولا اسمه امبولي فيوجل. ادي هنا الامبولا وادي ده الاندولينف. ماشي؟ لو اتحرك اواي اسمه امبولي فيوجل، لو اتحرك تاورد اسمه امبولي بيتال. ماشي؟ ده مين الصوره اللي احنا شايفينها؟ ده البوستيريو سيمي سيركلر كانال اوف ذا ليفت سايد، اوف ذا ليفت سايد. طيب نيجي بقى نشوف يعني ايه الكلام ده اللي احنا بنقوله. ادي مريض، بص الراس المريض كده وهو بيتحرك ناحيه الليفت سايد. المريض بيتحرك ناحيه الليفت سايد، هلاقي الفلويد ماشي ناحيه مين؟ الامبولا، ده اسمه امبولو بيتال. تمام؟ ده امبولو بيتال. طيب ده الامبولي فيوجل. المريض بيتحرك ناحيه الليفت سايد، ناحيه الرايت سايد، الفلويد بيتحرك الناحيه العكسيه. نعيد الفيديو تاني. الناحيه العكسيه. تمام؟ ده الامبولو بيتال والامبولي فيوجل. طب هل هتفرق معايا في حاجه الكلام ده؟ يفرق معايا قوي. ليه؟ حركه الفلويد within the semicircular canal ناحية الأمبولا يعني أمبولو بيتال بيبقى ستيميولاتوري في اللاترال سيمي سيركلر كانال، وبيبقى انهبيتوري في الفيرتيكال كانالز البوستيريور والسوبيريور سيمي سيركلر كانال. علشان كده مهم جدا عشان لما نيجي نتكلم في الباثوجينيسيس في السيمتومز، اما اجي اقول أمبولو بيتال او أمبولو فيوجل ابقى انا فاهم يعني ايه أمبولو بيتال وأمبولو فيوجل والجيوتروبيك والاجيوتروبيك. طيب في البناين بروجزمال بوزيشنال فيرتيجو انا عاوز اعرف اتنين مهمين جدا لازم اعرفهم وافهمهم كويس قوي، المانوفر والنستاجمس. المانوفر احنا عندنا ثلاثه مانوفرز، احنا عندنا طبعا مانوفرز كتير جدا، لكن علشان نبسط الموضوع لزمايلنا هنتكلم بس عن ثلاثه اساسيين، واحده لكل سيمي سيركلر كانال، الديكس هول بايك والهيد هانجنج والسوباين رول تيست. والنستاجمس مهم جدا، في النستاجمس ابقى عارف حاجتين اتنين، الدايركشن والفورم. ما ينفعش اشخص بناين بروجزمال بوزيشنال فيرتيجو من غير ما اقول ان اوصف النستاجمس بتاعه، لان هو اللي هيفيدني في تحديد ويتش كانال از افكتد. تمام؟ النستاجمس ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريبيتيتف انفولنتري اوسيلاتري موفمنت اوف ذا اي. بيتوصف النستاجمس الدايركشن بتاعه مهم جدا يا جماعه من الفاست فيز، وبيبقى الدايركشن بتاعه بالنسبه للمريض وليس بالنسبه للاكزامينر. يعني ايه؟ يعني لما اقول رايت بيتنج يعني هو رايح ناحيه ايد اليمين المريض، الايد اليمين للمريض وليس لي انا. ليفت بيتنج رايح ناحيه الليفت سايد اوف ذا بيشنت. اب بيتنج داون بيتنج، يبقى مهم جدا ان استجمس الدايركشن بتاعه للمريض وليس ليا.
ماشي. جيوتروبيك وابو جيوتروبيك قلناها ان هو متجه ناحيه الجراوند ولا للاذر سايد. طيب الفورم بتاعه النستاجمس ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون هوريزونتال، ممكن يكون تورشنال، ممكن يكون فيرتيكال، ممكن يكون ميكسد. يبقى وانا بوصف النستاجمس مفيش حاجه اسمها ايه ده عنده نستاجمس، لا عنده نستاجمس بقى الدايركشن بتاعه ايه، الفورم بتاعته عامله ايه. ده اكزامبل، ده شكل الرايت بيتنج، اكن انا رافع ايدي اليمين، ايدي اليمين لفوق لفوق ناحيه كتف الشمال، يبقى بمشي كده ماشي على ايدي كده. بالعكس الليفت بيتنج رافع ايدي الشمال ناحيه كتف اليمين. لو عرفت ده، لو عرفت الحركه دي عمرك ما تنساها. ماشي، رايت بيتنج وليفت بيتنج نستاجمس. يبقى لازم ابقى عارف النستاجمس كويس جدا وعامل او عارف مين وعارف المانوفرز. عندنا طبعا جيرمان فيسيولوجيست مهم جدا جدا جدا، واعتقد معظمنا عارفينه او عارفين وات ديد هي دو، اللي هو ريتشارد ايولد. ريتشارد ايولد كان من 1855 ل 1921 حط ثلاث قوانين مهمه جدا جدا عشان نفهم البناين بروجزم بوزيشن الفيرتيجو ده، ونفهم حركه الاندلينف، ونفهم الفايرنج اللي بيطلع من الفيستيبولار سيستم. Stimulation of the semicircular canal cause movement of the eye in the plane of the stimulated canal. يعني ايه؟ يعني انا عملت stimulation lateral semicircular canal بيعمل contraction وrelaxation reciprocal contraction وrelaxation في ال ocular muscles related to the canal, the same canal. فبيعمل لي movement of the eye according to the canal stimulated. الحاجة التانية ان هوريزونتال سيمي سيركولار كانال، اهو القانون الثاني بقى اللي احنا هنعوزه، امبولو بيتال موفمنت كوز جريتر ستيميليشن ذان امبولو فيوجل. يعني الامبولو بيتال يعني موفمنت اوف ذا اندولينف ناحيه الامبولا في اللاترال سيمي سيركولار كانال ستيميولاتوري، موفمنت اوف ذا امبولا اواي فروم ذا سيمي سيركولار كانال اللي هو امبولو فيوجل انهيبيتوري في اللاترال سيمي سيركولار كانال، لكن في الفيرتيكال العكس. فالثلاث قوانين دول اساسيين وكلنا لازم نكون عارفينهم كويس قوي. طيب نيجي بقى للشغل بتاعنا، البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو. البناين باروكسيزمال فيرتيجو عشان اشخصه بيعمل لي في سيمتومز وفي ساين مهمين جدا جدا. المريض اما احطه في الانديوسد مانوفر بيشتكي من دوخه واشوف ساين. لو شفت مريض عنده بناين بروجزمال فيرتيجو وانت بتعمل له مانوفر او اكزامينيشن مش هتنساه. يعني يعني محط المريض ترو بيشنت ويز بناين بروجزمال فيرتيجو واحطه في المانوفر اللي هو الدايجنوستيك 1 بيبقى سيفير فيرتيجو، بيبقى اتاك شديده جدا وممكن يشيل ايدك من عليها، من على راسه، لان الموضوع بيبقى. لكن احيانا بتيجي تعمل المريض بقى وتنيمه في البوزيشن كده وتقول له ايه، المفروض المريض اللي عنده بناين بروجزمال فيرتيجو انت ما تسالوش، لان هو اوريدي هيقول لك انا عندي دوخه شديده جدا. لكن احيانا بعض المرضى بننيمهم كده وايه وانت وبعدين ننتظر شويه، انت عندك دوخه؟ اه. يعني قال لك كده معناها ان هو نوت بناين بروجزمال فيرتيجو، لانها بتدي سيفير فيرتيجو، بيدي اتاك لو انت شفتها مش هتنساها. احيانا المرضى يعني لو ستات احيانا بيعمل كراينج، احيانا بيشيل ايدك من على راسه. ده موضوع مهم جدا، ده تريكات صغيره هي اللي تقدر تشخص لك بيها البناين بروجزمال فيرتيجو. انا عندي خمس حاجات اشخص بيهم البي بي في: سيمتوم وساين، بوزيشنالي انديوس، ده رقم واحد. لازم مفيش حاجه اسمها بناين بروجزمال فيرتيجو بدون محركه راسه، مفيش حاجه اسمها كده. اتنين شورت ديوريشن، لكن ممكن يبقى لونج ديوريشن ممكن. كريسندو دي كريسندو، ده حاجه مهمه جدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتبقى سمو سلولي انكريزد لحد ما توصل للتوب وبعدين سلولي ديكريزد، ده علامه مميزه جدا جدا في البي بي في. الحاجه الرابعه فاتيجابل. الحاجه الخامسه ريفرسابل اون سيتنج، يعني انا نيمته في نستاجمس، قعدته النستاجمس بيغير الدايركشن بتاعه، دي حاجه مهم. الخمسه دول اهم اتنين فيهم اللي هم دول اللي هم البوزيشنال انديوسد والكريسندو ديكريسندو. لو ما لقيتش دول معناها ان موستلي ممكن ما يكونش بي بي في، لانه لازم يكون بوزيشن انديوس، ما فيش بي بي في من غير بوزيشن انديوس. ماشي، فدول الخمس حاجات المهمين اللي انا بشخص بيهم البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو من المانوفر اللي انا بعملها. طيب
ايه هم ايه هي المانوفر بقى؟ الدياجنوستيك مانوفر قلنا ثلاثه، لكن احنا عندنا طبعا في ديفرنت مانوفرز، لكن احنا هنتكلم بس عن ثلاثه عشان تثبت في مخنا ما تضيعش مننا. ديكس هول بايك، هيد هانجنج، سوباين رول تيست. ماشي. الديكس هول بايك، ديكس هول بايك دي ده سبيسيفيك فور ذا بوستيريور سيمي سيركولر كانال. ده موضوع مهم. ديكس هول بايك ماشي. الديكس هول بايك ده تمام. الديكس هول بايك، الديكس هول بايك ده ده سبيسيفيكلي البوستيريور سيمي سيركولار كانال. بعمله ازاي؟ المريض طبعا بيبقى سيتنج، وبعدين بخلي راسه 45 ديجري تو ذا اير تو بي تيستد. انا عاوز اعمله ناحيه الرايت سايد كده، وبعدين بينزل هيد هانجنج بوزيشن 20 ديجري او 30 ديجري بيلو ذا ايدج اوف ذا تيبل. مهم جدا، ولازم اسيبه فتره. فتره قد ايه؟ من 30 الى 60 ثانيه. ادي ده مهم جدا، ادي الفيرتاي، ادي التورشنال اب بيتنج، ده نستجمس. شوف ادي نستجمس تورشنال واب بيتنج وكاونتر كلوك وايز. يعني ايه كاونتر كلوك وايز؟ هنقولها دلوقتي. وبعدين اقعد المريض علشان اشوف هل الدايركشن في استجمس اتغير ولا لا. ماشي. ده الديكس هول بايك. الديكس هول بايك ده قلناه اللي هو بتاع ايه؟ الديكس هول بايك ما ننساهوش، اللي هو البوستيريور سيميكولار كانال. المريض قاعد سيمي سيتنج، قاعد قصدي سيتنج، وبعدين اخلي راسه 45 ديجري تو ذا تيست دير، وبعدين انزله بيلو ذا ايدج اوف ذا تيبل. طيب السوباين رول تيست، السوباين رول تيست ده سبيسيفيك لايه؟ سبيسيفيك للهوريزونتال كانال. المريض بيكون سيمي سيتنج. ليه بحطه سيمي سيتنج؟ لما نيجي نفتكر في الاناتومي بتاع اللاترال سيمي سيركولار كانال، بلاقي الامبولا او الانتيريور بارت اوف ذا لاترال سيمي سيركولار كانال بتكون سلايتلي اب من الهوريزونتال لاين بلين، فبتبقى تقريبا حوالي 40 ل 45 درجه. 40 ل 45 درجه، فمحتاج ان انا احطها، ارفع المريض سيمي سيتنج بوزيشن، ارفعه 45 درجه علشان اللاترال سيمي سيركولار كانال تبقى هوريزونتال. طيب وبعدين بعمل المريض رابيد هيد موفمنت تو وان سايد، رابيد هيد موفمنت تو وان سايد، وابص هل في نستاجمس ولا لا، وبعدين انتظر برضو من 30 ل 60 ثانيه واحطه في النص، وبعدين الناحيه الثانيه. طيب في سؤال مهم جدا دلوقتي اكيد داير في دماغكم، انت ليه ما بتشيلش الفيكسيشن؟ طب ما هو كده المريض. طب خلينا نكمل الاول. ده النستاجمس ده هوريزونتال، والهيد رايت، الهيد رايت ماشي ناحيه الرايت سايد، يبقى ده جيوتروبيك، يبقى ده الهيد رايت ماشي، ده جيوتروبيك. تمام كده؟ معلش انا اسف جدا عشان احنا بنغير وضع عشان تبقى الصوره كلها واضحه. ماشي. والعكس تاني، هنعيدها تاني. ادي كده تو ذا رايت، وبعدين تو ذا ليفت، تمام. وبنشوف النستاجمس. ده رايت بيتنج هوريزونتال، رايت بيتنج هوريزونتال نستاجمس، والهيد رايت يبقى ده جيوتروبيك. طيب وبعدين بيبدا زي ما قلنا كريسندو دي كريسندو، بيبدا يقل. وبعدين الهيد ليفت اهي، احنا كاتبين الهيد ليفت، مكتوبه الهيد ليفت تحت، فبيدينا ليفت بيتنج، ليفت بيتنج نستجمس بليه less intense compared to the right side. اوكي. ده السوباين رول تيست. طيب في سؤال بقى ممكن يجي في دماغنا،
انت احنا بنعمل كده، ما هو مفيش فيكسيشن، ما قصدي احنا مش شايلين الفيكسيشن. يعني ليه ما بنستخدمش؟ احنا ممكن طبعا لو متاح استخدم الفرنزل جلاس او استخدم الكاميرا، الجوجل كاميرا بتاعه الفي ان جي لو متاح، ده طبعا افضل. لكن ان البناين بروزن بوزيشن فيرتيجو لو هو يعني موجود والبارتكلز انف، هتديني الساينز اقدر اشوفها حتى لو انا عامل الجيز فيكسيشن، حتى لو انا عامل قصدي فيكسيشن. لو زاوت يعني لو المريض لو مش متاح عندي الفرنز الجلاس، ممكن اشوف برضو ان استجمس، ودي حالات بنشوفها فعلا، يعني حالات ايفيدنس بيست. التست المانوفر الثالثه، احنا قلنا طبعا السوباين رول تيست، وقلنا الديكس هول بايك، ده الهيد هانجنج. الهيد هانجنج ده بيعمل دايجنوستيك لي الانتيريور سيمي سيركولار كانال. بحط المريض في السيتنج بوزيشن وبيحصل هيد هانجنج بلوز تيبل، المفروض يعمل لي ايه؟ يعمل لي داون بيتنج نستجمس. ده دايجنوستيك لمين؟ للانتيريور سيمي سيركولار كانال. طيب في حاجه بس هرجع اقولها لكم كده، لان ده المفروض برضو ممكن بالديكس هول بايك نخلصها، اللي هي ايه دلوقتي على الديكس هول بايك. انا هوقف بقى الفيديو. في الديكس هول بايك كده انا بعمل تيست لمين؟ انا بعمل تيست لحاجتين، ما انساش دي خالص. انا بعمل تيست للرايت بوستيريور سيمي سيركولار كانال اللي هي الهيد بص عليها، ماشي، وفي نفس الوقت بعمل تيست للانتيريور للليفت انتيريور سيمي سيركولار كانال، ماشي. يبقى ده مهم جدا، ممكن بالديكس هول بايك افحص البوستيريور والانتيريور. يعني نفس البوزيشن ده بيديني الرايت بوستيريور والليفت انتيريور سيمي سيركولار كانال. طب حد يقول لي بقى احنا هنفرق بينهم ازاي؟ طبعا بالدايركشن اوف نستاجمس. البوستيريور تعمل لي اب بيتنج، الانتيريور تعمل لي داون بيتنج. فممكن بالديكس هول بايك بس من غير ما احتاج الهيد هانجنج اقدر اعمل افحص البوستيريور سيمي سيركولار كانال والانتيريور سيمي سيركولار كانال. ارجو بس ان الكلام يكون واضح وبسيط ومفهوم. طيب احنا عرفنا المانوفرز، لسه بقى وانا بعمل المانوفر اشوف النستاجمس. انا بس فاكر زمان كده اول ما اشتغلت في الفيستيبلر، بعمل بي بي في لمريض، بعمل ديكس هول بايك لمريض، وكنت لسه على يعني معلوماتي على قد كده، فبعمل الديكس هول بايك لقيت المريض اشتكى من دوخه شديده قوي، وبعدين شفت النستاجمس بقيت مبسوط قوي ان انا شفته. كلمت استاذ ومش عارف هل هو بيسمعني دلوقتي ولا لا، كلمته واتصلت عليه، دكتور انا شفت شفت فيرتيجو وعمل بيناير بروجنوزيشن فيرتيجو والمريض اشتكى من دوخه. قال لي يا احمد وصف لي النستاجمس. قلت له النستاجمس كان في نستاجمس، طب اوصفه لي. مش عارف، معناها ان احنا ما عملناش حاجه. علشان كده مهم جدا جدا، مفيش حاجة اسمها ايه احط المريض في مانوفر واقول ده دايخ وخلاص ده عنده بناين بروجنال بوزيشن فيرتيكو، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة تانية اسمها اهم من الكومبلينت، الساين اللي انت بتشوفها. الساين دي حاجة مهمة جدا، يعني النستاجمس ده الدايركشن بتاعه فين؟ هل هو اب بيتنج؟ هل هو داون بيتنج؟ هل هو جيوتروبيك؟ اجيوتروبيك؟ هل هو لاترال؟ هل هو يعني ده مهم جدا جدا، لان بناء على الدايركشن اقدر اقول ويتش كانال، وبناء على الدايركشن اقدر اقول انا هعمل بعد كده ايه. فما فيش حاجه اسمها ايه ده هو انا حطيته في البوزيشن والمريض داخل، طب داخل ايه؟ طب فين النستاجمس؟ فهمتوني؟ ده حاجه مهمه جدا يا جماعه. النستاجمس بقى التريك اللي انا عاوز اقولها لحضراتكم، ان لازم وانا بعمل المانوفر ابقى حاطط في دماغي المتوقع النستاجمس اللي انا المفروض اشوفه. يعني ايه؟ انا نيمت المريض في الديكس هول بايك، فبقول في مخي كده لو ده بوستيريور كانال لازم هيعمل لي اب بيتنج تورشنال. علشان لو ما عملليش اب بيتنج تورشنال، حاجه من اتنين، يا انا عامل المانوفر غلط، يا انا مشخص غلط، يا هي اتيبيكال فورم، يا الحاجه الرابعه المهمه جدا هي سنترال. فلازم ابقى متوقع انا منتظر ايه. ما ينفعش اقول ايه استنى ما اشوف النتيجه، لا لازم
ابقى انا اكسبكتنج انا شايف ايه او انا هشوف ايه. ماشي. ده بقى الاب بيتنج تورشنال. ده يعني ايه اب بيتنج؟ يعني بص لفوق. تورشنال يعني في لفه صغيره. الكلوك وايز يعني يعني ماشي ناحيه عقارب الساعه. ده فين؟ في الديكس والبايك. يبقى مريض الدكس حطيت المريض في الديكس والبايك، هنتظر منه ثلاث حاجات: اب بيتنج، تورشنال، وبعدين هقول ايه كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز. الكلوك وايز دي يعني ماشي مع عقارب الساعه. لو انا نايمته على ودنه الشمال الليفت سايد يبقى اسمه جيوتروبيك. لو احنا تخيلنا وضع المريض وانت حاطه قدامك كده ومنيم راسه على ودنه الشمال وماشي على من ناحيه عقارب الساعه يبقى ده جيوتروبيك. ماشي. نبص عليها كده، ادا الفيديو اهو، شوف ادا ده اب بيتنج وتورشنال والعين ماشيه مع عقارب الساعه، مهمه جدا. وبقى شوف بالبطيء بقى، اب بيتنج تورشنال كلوك وايز، واضحه جدا جدا جدا، ما تتنسيش يا جماعه، اللي هيشوفها مره مش هينساها. ده ديكس هول بايك. يبقى ده بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو اوف ليفت ليفت بوستيريور كانال اوف ذا امبولاري سايد. كلام محدد وواضح بناء على التشخيص. ماشي. طيب نيجي بقى ننيم المرضى على الناحيه اليمين. انا المفروض ابقى متوقع منه برضو ايه؟ في الديكس هول بايك اب بيتنج وتورشنال، دي حاجه ثابته. كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز؟ في الرايت كاونتر كلوك وايز، يعني عكس عقارب الساعه. نبص عليها كده اهو، طالع لفوق هو اب بيتنج وتورشنال وعكس عقارب الساعه كاونتر كلوك وايز. اعتقد الدنيا واضحه كده. يبقى ده مين؟ ده رايت بوستيريور كانال كانالوريثايسيس بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو اوف ذا امبولاري سايد. ادى التشخيص الصحيح بتاع البيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو اكوردنج للديكس هول بايك. يعني عشان كده النستاجماس مهم جدا جدا. طيب لو المريض بقى في الهيد هانجنج، الهيد هانجنج ده انا بعمل الاختبار لمين؟ للانتيريور سيمي سيركولار كانال، يبقى اللي هو السوبيريور. يعني السوبيريور هتعمل العكس، داون بيتنج برضه كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز على حسب هل هي رايت ولا ليفت. شوف كده، ادي هنا ادي داون بيتنج اهو، شكل الداون بيتنج غير الاب بيتنج وماشي مع عقارب الساعه، يبقى كلوك وايز. نعكس كده، داون بيتنج وعكس عقارب الساعه كاونتر كلوك وايز. الموضوع النستاجماس ده مهم جدا جدا يا جماعه عشان التشخيص. طب السوباين رول تيست، السوباين رول تيست ده بتاع مين؟ بتاع اللاترال كنال. يبقى احنا عندنا الديكس والباك بتاع البوستيريور، اثنين الهيد هانجنج بتاع الانتيريور، السوباين رول تيست. السوباين رول تيست بقى انا لما بعمله عشان اللاترال سيمي سيركولار كنال، هبقى متوقع منه ايه؟ اللاترال سيمي سيركولار كنال بتعمل باي دايركشنال وبتعمل هوريزونتال. الوصف بتاعها لازم يكون هوريزونتال عشان هي هوريزونتال كنال، فلازم تبقى هوريزونتال. ليه؟ عشان تدي الريكتاي السوبيريور اللاترال والميديال ريكتاي. ماشي. فبتعمل كونتراكشن في واحده وريلاكسيشن في الناحيه الثانيه. طيب الحاجه المهمه جدا جدا هي باي دايركشنال. يعني ايه باي دايركشنال؟ يعني انا نيمت المريض على الناحيه اليمين اداني اتجاه معين في النستاجماس، نيمت المريض على الناحيه الشمال اداني غير اتجاه، يبقى باي دايركشنال. لا. طيب في حاجه بقى اسمها جيوتروبيك وابو جيوتروبيك اللي احنا قلناها في الاول، نفتكرها تاني. لو نيمت المريض على الناحيه اليمين واداني نستاجماس ناحيه اليسار، يعني اواي فروم ذا جراوند، اسمه ابو جيوتروبيك. نيجي نشوف كده الفيديو ده. المريض بقى نبص لراس المريض، ادي المص اهي اهي تحت اهي، راح ناحيه اليمين. طيب النستاجماس رايح ناحيه فين؟ ناحيه اليسار، ليفت سايد. الليفت بالنسبه للمريض مش بالنسبه ليا، ده ليفت بيتنج مع الهيد تو ذا رايت سايد. طيب نكمل بقى الفيديو كمان اهو، ادي الهيد راحت للرايت سايد، فاداني الهيد راحت للليفت سايد. ماشي. اداني رايت بيتنج، الهيد في الليفت اداني رايت، الهيد في الرايت اداني ليفت، يبقى ده اسمه ابو جيوتروبيك. الابو جيوتروبيك ده اقدر اشخص بيه؟ اه ممكن اقول طبعا. الابو جيوتروبيك ده معناها ان هو كوبلوليثايسيس مش كانالوليثايسيس. خلاص. يبقى ده مهم جدا الدايركشن بتاع النستاجمس. طيب نبص على اللي بعدها كده، برضو فيديو زي ده كده مهم جدا. المريض
نام نوقف الفيديو. المريض فين؟ نايم ناحيه الليفت سايد. نشوف النستاجمس. النستاجمس رايح ناحيه فين؟ الليفت سايد. طيب المريض نايمته ناحيه الرايت سايد. النستاجمس رايح ناحيه الرايت سايد، يبقى ده اسمه جيو تراس. في وصف النستاجمس مهم جدا، سوري، في وصف النستاجمس انا بفحص المريض لازم اقول ايه؟ لازم اعمل المانوفر واشوف فيه كومبلينت وفي نفس الوقت اشوف الساينز. طيب مهم جدا بقى ويتش اير، ويتش اير البوستيريور كانال بتدي سيمتومز اونلي اون وان سايد، ده كومن، ده الكلاسيك فورم، لكن ممكن هنشوفها بعد كده. الانتيريور كانال بتدي سيمتومز اون وان سايد وممكن تدي اون اذر سايد. اللاترال كانال سيمتوم بوث سايد. طب ما دلوقتي لحد دلوقتي، طب ما يا جماعه انا دلوقتي مش عارف فين بقى الرايت والليفت. بوستيريور كانال، بوستيريور كانال سيمتوم اون وان سايد، الانتيريور كانال اون اون بوث سايدز، اللاترال كانال بوث سايدز. انا مش عارف فين الرايت والليفت، برضو دي حاجه مهمه احنا محتاجين نعرفها. طيب نيجي بقى كده ويتش كانال، احنا هنقول بعد كده الرايت والليفت، لكن ويتش كانال احنا قلنا رول كده الفيرتيكال نستاجمس يبقى فيرتيكال كانال، الهوريزونتال نستاجمس هوريزونتال كانال. الفيرتيكال نستاجمس فيرتيكال كانال اللي عندي في فيرتيكال كانال اثنين اللي هو الانتيرور والبوستيريور، لكن لقيت هوريزونتال كانال نستاجمس خلاص انا ريحت دماغي بقى هوريزونتال كانال. طيب يا جماعه هنكمل بقى ويتش فيرتيكال، الاب بيتنج بوستيريور كانال ده الكومن، لكن طبعا في اتيبيكال. الداون بيتنج انتيريور كانال، طب انا هنساها، خلينا بقى نتكلم كلام كلينيكال. الانتيريور كانال دي اللي احنا بنقول عليها السوبيريور، البوستيريور كانال كلينيكالي بنقول عليها انفيريور. اعكس بقى البوستيريور كانال اللي هي انفيريور تعمل سوبيريور اللي هو اب بيتنج نستاجمس، الانتيريور كانال اللي هي السوبيريور تعمل انفيريور اللي هو داون بيتنج نستاجمس. ما تتنسيش الحته دي، الموضوع ده مهم يا جماعه، اللي هو اقدر اشخص بيها ويتش كانال از افكتد، هل هي البوستيريور كانال ولا الانتيريور كانال. طيب نرجع تاني للاناتومي عشان نعمل ريفرشمنت كده للداتا بتاعتنا. ده الرايت اير اللي الحاجات دي هنحتاجها، الرايت اير ده اللاترال سيمي سيركلر كانال، ده البوستيريور كانال، ده الانتيريور كانال، ده الكومن كروس، وبعدين عندنا هنا الامبول. المهم بقى شويه كده في الاناتومي، لو احنا هنفتكر هنلاقي الامبولا بتاعت الانتيريور كانال وبتاعت اللاترال كانال في الانتيريور ارم، الامبولا بتاعت البوستيريور كانال في البوستيريور ارم، ماشي. الانتيريور ارم بتاع البوستيريور كانال والبوستيريور ارم بتاع الانتيريور كانال بيتحدوا مع بعض عشان يعملوا الكومن كراس. الحاجات دي يعني مهمه جدا، ما نفهم الاناتومي هنفهم بعد كده ايه اللي بيحصل. طيب الكاباثوجينيسيس بقى، البناين بروزن بوزيشن فيرتيجو، في بارتكلز بتحصل، ممكن تكون فين البارتكلز دي؟ دايما بتبقى موجوده، هي بتطلع طبعا الاوتوكونيا بتطلع من اليوتريكل علشان تدخل في السيمي سيركولار كانال، اهم حاجه ان هي سيتلد في الموست ديبندنت بارت، علشان كده بنلاقي الكومنست فورم هي البوستيريور كانال. ليه؟ لان احنا لو شفنا كده من الاناتومي بتاعها بلاقي الامبولاري سايد اوف ذا بوستيريور كانال هو الموست ديبندنت وان. تاني واحد النون امبولاري سايد اوف لاترال كانال، لان احنا قلنا الانتيريور بارت سلايتلي اب والبوستيريور بارت بتاع اللاترال كانال سلايتلي داون، فبتبقى في المنطقه دي. الفيرتيكال كانال الانتيريور كانال هي ليس عشان هي فيرتيكال بوزيشن فبتعمل سيلف كليرنس. طيب نرجع بقى تاني كده، البوستيريور كانال ادي الامبولا، البارتيكلز دي ممكن تكون فين؟ ممكن تكون في الامبولاري سايد. احنا عاوزين نرجع نفتكر بقى، احنا قلنا في حاجه اسمها امبولوبيتال وامبولوفيوجل، اللي هو الموفمنت اوف ذا اندولينف تاورد ذا امبولا اسمه امبولوبيتال، موفمنت اوف ذا اندولينف اواي فروم امبولا اسمه امبولوفيوجل، ماشي. الامبولوبيتال استيميولاتوري في اللاترال كانال، انهبيتوري في البوستيريور كانال، علشان ما ننساهاش
ادا البارتيكلز بتمشي، يعني هي دايما بتقع البارتيكلز من الاوتوكونيا، بتدخل في الاندولينف بتاع البوستيريور سينوس كانال، بتنزل لاقرب مكان، اقرب مكان هو الامبولاري سايد. يبقى المريض يتحرك بتروح فين؟ بتروح ناحيه الكوبيولا ولا بتروح اواي؟ بتروح اواي الناحيه الثانيه. فبتعمل حاجه تبقى امبولي فيوجل، الامبولي فيوجل ده ستيمولاتري، فبيعمل لي اب بيتنج نستاجمس. ماشي، الاب بيتنج مهم جدا، في الليفت سايد بيكون كلوك وايز، في الرايت سايد كاونتر كلوك وايز، عشان كده اسمه جيوتروبيك نستاجمس. ماشي، تاني لو البارتكلز بقى ممكن تبقى موجوده فين؟ في النون امبولاري سايد، ده الاتيبيكال فورم. هيتحرك ناحيه فين؟ ناحيه الامبولا، اسمه امبولوبيتال، بيبقى انهبيتور، فيعمل لي داون بيتنج. علشان كده مش كل حالات البوستيريور كانال تعمل لي اب بيتنج، لكن ممكن تعمل لي داون بيتنج ابو جيوتروبيك. علشان كده ممكن تبقى مس دايجنوزد ان هي انتيريور كانال، لان احنا قلنا الانتيريور كانال تعمل داون بيتنج، صح؟ لكن النون امبولاري سايد ده اهو ممكن يعمل لي داون بيتنج. ليه؟ هو قريب من الانتيريور كانال عشان افتكره. ماشي، بيعمل لي برضو اجيوتروبيك. طيب في اللاترال كانال قلنا الموست ديبندنت بارت فين؟ بيكون في النون امبولاري سايد، بيمشي ناحيه الامبولا، فامبولي بيتا بيبقى هوريزونتال، فبرضو يعمل لي جيوتروبيك تاورز داون اير. العكس لو هو فين؟ لو هو في الامبولاري سايد، فبيمشي الناحيه الثانيه امبوليفيوجل، فبيعمل لي اواي فروم ذا داون اير. انا عارف ان الموضوع ده صعب شويه، يحصل فيه شويه كده كونفيوجن، لكن لو اتفهم هتلاقي الموضوع ابسط مما نتخيل. موضوع سهل جدا بس عاوز يتفهم كويس قوي. السوبيريور كانال في الامبولاري سايد تبقى اواي امبوليفيوجل، فبتبقى تعمل لي داون بيتنج كلوك وايز ويز ليفت كاونتر كلوك وايز ويز رايت. طيب احنا قلنا في الدايجنوزس اربع حاجات، اللي هم اقول ان دي بيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو، الحاجه الثانيه اقول ويتش سايد، الحاجه الثالثه ويتش كانال، الحاجه الرابعه الباثوجينيس الباثولوجي بتاعها، هل هو كانيلوسايسز ولا كوبيلوسايسز. كانيلوسايسز يعني هي ماشيه جوه القناه، كوبيلوسايسز يعني ستيكي تو الكوبيولا في الامبولا. الكانيلوسايسز عشان هي ماشيه جوه القناه، فلما تيجي تتحرك جوه الاندولينف بتاخد وقت شويه، فتبقى ليتنت، النستاجمس يتاخر بعد ما نايم المريض، يعني يظهر النستاجمس متاخر شويه. الكوبيولوسايز ايميديت لانها ستيكي. الكانيلوسايز بيدي شورت ديوريشن نستاجمس، الكوبيولوسايز بيرزيستنت. الكانيلوسايز بيدي سيفير فورم، لكن ده ويك نستاجمس. هتفرق معايا؟ اه هتفرق معايا بعد كده في المانجمنت، لان هو الكلام صح داخل في بعض، انا حاسس كده بالنسبه لكم، لكن يا رب ان شاء الله يكون الشرح بسيط وسهل. لان الموضوع فيري انترستنج وكومن وبنشوفه كتير جدا. لو شخصنا صح المريض بيبقى دراماتيك ريسبونس، والله دراماتيك ريسبونس. يعني احنا بس هنخرج بره الشرح شويه، ويمكن قلتها لبعض زميلنا قبل كده. جات لي مريضه مره بتشتكي من سيفير فورم من البيناين بروكسيمال فيرتيجو، فبعمل لها المانوفر ده، حطيتها في الديكس والبايك، والله صوتت صوت كراينج، وبعدين ربنا اكرمنا وعملنا لها ابلي مانوفر ودراماتيك ريسبونس ان اكسبكتد فور مي. انا بصراحه ما كنتش يعني مش متوقع كده. في بعض في البيبرز بتقول ان ممكن نسيب المريض 15 دقيقه وبعدين نعيد الفحص تاني عشان نشوف نعمل اسسمنت للمانوفر اللي احنا عملناه. المهم بعمل المريض تاني، وقادرا سبحان الله لقيت الدراماتيك ريسبونس توتالي ريليفد، والله توتالي ريليفد. فبضحك مع المرضى بقول لها ايه ده، خلي بالك ده مش سحر، ده شعوذه. لقيتها بتقول لي اه والله ده هم قالوا لي ان ده سحر. الله يخليك يا دكتور، انت طلعت مني السحر اللي عندي. الهدف من الكلام ده ان احنا لو شخصنا صح والله بتجيب نتيجه دراماتيك ريسبونس، والمريض ما بيحتاجش ياخد اي ادويه نهائي. فالموضوع ده مهم جدا يا جماعه. طيب البيناين بروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو زي ما احنا قلنا، نرجع تاني ان مش كل البريفرال، مش كل البيناين هي بريفرال، ومش كل البيناين هي، مش كل البوزيشنال الارض هي بريفرال، ومش كل البوزيشنال هي بيناين بروكسيزمال، لان ممكن تبقى سنترال. طب افرق ازاي بينهم؟
السودو او البريفرال تبقى ليتنت، تاخد ليتنسي، لكن دي لا. اتنين شورت ديوريشن، السنترال لونج ديوريشن. ثلاثة الايند مع البلين اوف ذا ستيميوليت كانال بالعكس. الانتنس فيرتيجو بيبقى مع البريفرال. النستاجموس مي بي ريليفد، يعني يقل شويه بالجيس فيكسيشن، لكن السنترال بيبقى بيرزيستنت. البريفرال بيبقى فاتيجابل. البريفرال مهم جدا، كريسندو دي كريسندو. نون نيورولوجيكال ساينز ممكن ما الاقيهاش مع البريفرال لكن الاقيها مع السنترال، الام ار اي فري. طيب الحاجات كترت علينا قوي، اهم اربع حاجات: سيفير فورم اوف فيرتيجو، ريليفد باي جيس فيكسيشن، فاتيجابل، كريسندو دي كريسندو. الاربع حاجات ما يتنسوش. البريفرال بيديني سيفير فيرتيجو، والنستاجمس بتاعه يخف شويه بالفيكسيشن وبيختفي مع الريبيتيشن، وبيكون كريسندو دي كريسندو. واضح كده يا جماعه؟ طيب الريد فلاجز ايه الحاجات اللي نشوفها في البوزيشن؟ اقول ده لازم يكون سنترال. لو لقيت نستاجمس وزود فيرتيجو، يعني نامت المريض في المانوفر اداني نستاجمس بدون كومبلينت، ده خطيره. لكن ممكن يديني كومبلينت بدون نستاجمس، هنشوفها بعد كده. النستاجمس بيور فيرتيكال، بيور تورشنال، lack of latency, lack of habituation, lack of fatigability, these are red flags must be thoroughly investigated. لان ممكن المريض يبقى سنترال، بدل ما اعمل المريض مانوفر اقول له مروح، لا هعمل المريض ان وادخله hospitalized، وممكن يدخل اي سي يو كمان وفول نيورولوجيكال اكزامينشن. فالموضوع ده مهم جدا يا جماعه. طيب اللاترال سيمي سيركولار كانال بقى عشان نفتكرها، السيمي سيركولار كانال لاترال، فبحط الهيد لاترال فبيعمل لي نستاجمس لاترال. اقول عليه بس هو بيوصل الارض ولا بعيد ولا بيوصل الناحيه الثانيه. هذا الموضوع ببساطه، سيمي سيركولار كانال لاترال. انيم المريض، الهيد بتكون على اللاترال بوزيشن، اتنين بيديني نستاجمس لاترال والجيوتروبيك ولا ابو جيوتروبيك. ماشي. طيب في اللاترال سيمي سيركولار كانال بيكون فين؟ بيكون في البوستيريور ارم. ليه؟ لان احنا قلنا الموست ديبندنت بارت. الحاجه الثانيه ان الامبولا بتاعه الرايت الاناتومي بتاعها اللاترال سلايتلي اب 40 ديجري، فالبارتكلز بتقع لورا مش هتطلع لقدام. ماشي. البوستيريور ارم ده بتبقى كانالوليثايسز، ماشيه جوه القناه، فبيعمل لي جيوتروبيك. لكن لو هي في الامبولا او هي في بتبقى كوبيولوثايسز، او ممكن تبقى في الانتيرور ارم برضو بتبقى كانالوليثايسز اللي هو قريب من الامبولا، فبيعمل لي ابو جيوتروبيك. يبقى لو جيوتروبيك يبقى ده على طول كانال، لو ابو جيوتروبيك ممكن يكون كوبيولوثايسز او الامبولوليثايسز وكانالوليثايسز. طب يا جماعه احنا عاوزين نحدد السايد، احنا لسه عمالين نقول لازم نعرف هل هي يمين ولا شمال. طب اعرفها ازاي؟ انا قلت في السبايرال تيست بلاقي هوريزونتال نستاجمس، ماشي، يا كانال يا كوبلو. لو هو جيوتروبيك، يعني المريض نايم ناحيه اليمين والنستاجمس جه ناحيه اليمين، ونام ناحيه الشمال والنستاجمس جه ناحيه الشمال، ابص للناحيه الجريتر انتنسيتي اللي بتدي نستاجمس اقوى هي الافكتد اير. ما انساش الجيوتروبيك، الجي مع الجريتر مع الجي. طيب لو هو ابو جيوتروبيك الليسر انتنسيتي هي الافكتد اير، يعني المريض ناحيه اليمين والنستاجمس راح ناحيه الشمال، ونام ناحيه الشمال والنستاجمس راح ناحيه اليمين، الناحيه الاضعف هي الافكتد سايد، لان هتفرق بعد كده في المانوفر. نيجي نشوف كده، ده مين بقى؟ ادى المريض بينام وراسه فين؟ نوقف الفيديو. راسه ناحيه الشمال، النستاجمس ناحيه الشمال للمريض، ادي القوه بتاعته، وقلنا بيبقى كريسندو دي كريسندو، يعني بيزيد وبعد كده يبدا يقل لحد ما يختفي. بستنى لحد ما السيمتومز والساينز بتخف خالص، وبعدين اغير وضع المريض للناحيه الثانيه. دلوقتي لسه مازال نستجمس والسيمتومز موجوده بس بتخف. طيب اختفت السيمتومز، ابدا احرك راس المريض لي الناحية الرايت. احرك المريض بقى رايت،
شوف النستاجمس في الرايت سايد هيبدا يظهر وسيفير فورم، يبقى الجريتر سايد يبقى الافكت سايد هو الرايت. فهمتوني؟ ادي ده مهمه جدا في الجيوتروبيك، العكس في الابوجيوتروبيك. طيب افرض انا بقى مش عارف، انا عملت المريض ناحيه اليمين وعملته ناحيه الشمال ماشي، واداني هنا نستاجمس وهنا نستاجمس، انا مش عارف قوه النستاجمس ماشيه فين، الهين الاقوى. افرض انا مش عارف الكلام ده، بس انا عرفت، انا اقدر اقول هل هو جيوتروبيك ولا ابوجيوتروبيك، دي سهله ماشي. انا عارف بقى ان هو جيوتروبيك او ابوجيوتروبيك، اعمل حاجه تقول لي الاتجاه فين. بعمل حاجه اسمها الباو واللين تيست، تيست خفيف جدا وسهل جدا. اخلي المريض يوطي لقدام، ده اسمه باو، عمل لي نستاجمس خلاص، احدده ده الليفت بيتنج. لكن انا في الاول عارف ان هو جيوتروبيك ولا اجيوتروبيك. طيب خلينا نكمل بقى عشان نشوف هنتكلم ازاي، وبعدين هرجع المريض لورا. ده الباو تيست، ده اللي يقدر يقول لي لو هو جيوتروبيك وابو جيوتروبيك في اي سايد، الودن اليمين ولا الشمال، انا مش عارف. لكن انا في الاول عرفت ان هو جيوتروبيك وابو جيوتروبيك. هرجع المريض لورا، هيتعاكس ماشي. ايه بقى ده هيفيدني ازاي؟ يفيدني في حاجه مهمه جدا جدا، البول لين تيست ماشي. لما اعمل الجيوتروبيك المريض انا عملته في السوباين رول تيست، وديت ودنه ناحيه اليمين جاب لي يمين، وديت ودنه ناحيه الشمال جاب لي شمال، فبقى جيوتروبيك. طب انهي ودن بقى المصابه؟ اخلي المريض يوطي لقدام، النستاجمس هيروح للودن المصابه. اخلي المريض يرجع لورا، النستاجمس هيروح للودن السليمه. في العكس او جيوتروبيك. ايه الكلام ده؟ احنا انتهنا كده؟ لا مش هنتوه، الموضوع بسيط جدا. نفتكر دي كده، افتكر بس اختبار واحد. انا الاول قلت هو جيوتروبيك ولا ابوجيوتروبيك، بس انهي ودن؟ افتكر اختبار واحد بس. رجع راس المريض اللي ورا وهو قاعد في السيتنج بوزيشن، وبص بقى شوف دي اس جي مع اس جي، اس جي يوتروبيك بيروح للجود اير لو راسه لورا. يعني انا رجعت راس المريض لورا واداني نستاجمس تو ذا رايت سايد، يبقى الليفت سايد هي اللي افكتد، لان المريض بيروح النستاجمس بيروح للجود اير، اس جي مع اس جي. والايه مع الايه؟ رجعت راس المريض لورا واداني ليفت بيتنج نستاجمس، يبقى هي الليفت سايد هي اللي افكتد. سهل وبسيط، موضوع سهل خالص اهو. يبقى الجيوتروبيك ولا ابوجيوتروبيك؟ افتكر بس اللين يرجع لورا، اس جي مع اس جي، والايه مع الايه. سهل كده يا جماعه. نيجي بقى الاتيبيكال فورم. التيبيكال فورم ان هو يكون باي دايركشن، قلنا اللاترال كانال يمين وشمال. لكن الاتيبيكال فورم، افرض انا نمت المريض ناحيه اليمين اداني رايت بيتنج، نايمته ناحيه الشمال اداني برضه رايت بيتنج، ده فيكسد فورم ماشي. بيبص دايما مين؟ بيبص على الافكتد سايد في الابوجيوتروبيك. الافكتد سايد هو فين؟ في الابوجيوتروبيك. البوستيريور سيمي سيركولار كانال بقى، عشان انا بتهيألي احنا خدنا وقت كتير قوي عليكم، معلش انا اسف جدا، لكن الموضوع انترستنج ويا ريت يكون انترستنج بالنسبه لكم، ما يكونش زهقتم. البوستيريور سيمي سيركولار كانال، الهيد انفيريور تعمل لي نستاجمس سوبيريور، ابص عليها اقول كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز. اما اجي اعمل ديكس هولبايك ابص على الاب بيتنج ماشي، هيديني اب بيتنج لو الكلوك وايز في الليفت بوستيريور، لو كاونتر كلوك وايز في الرايت بوستيريور ماشي. احنا شفنا دي قبل كده، الرول انها تعمل لي اب بيتنج، لكن ممكن تعمل لي داون بيتنج، او ممكن تعمل لي داون بيتنج زي ما قلناها. فين النورمال؟ في الامبولاري سايد تعمل لي اب بيتنج، تورشنال اب بيتنج، ويكون ناحيه الكلوك وايز في الليفت والكاونتر كلوك في الرايت. لو هو في النون امبولاري سايد تورشنال داون بيتنج، مهم جدا، وبيكون كلوك وايز فور ذا رايت، هنا كلوك وايز فور ذا ليفت. يعني نايمته في اللي هو الديكس والبايك واداني داون بيتنج، داون بيتنج يبقى يا انتيريور كانال يا نون امبولاري سايد في البوستيريور كانال. الديكس والبايك المفروض تبقى نورما، تبقى بوزيتيف على وان سايد، لكن ممكن تبقى بوزيتيف على الناحيتين، ممكن. ايوه عشان كده لو انا عملت ان ابروبريت هيد بوزيشن ديورنج تيستنج وذا انا افكتد اير. طب ده هدي تلخبطني بقى لما انا اعمل على الرايت اديني واعمل على الليفت اديني. طب هل هي بايلاترال بوستيريور كانال ولا هي يونيلاترال وانا غلطت؟ افرق بينهم ازاي؟ اسيمتريك سيمتومز. يعني لو انا نايمت المره على الرايت واداني سيمتومز وساينز واضحه قوي،
شكرا يا دكتور احمد، انا خايف بس عليكم عشان ما تزهقوش. حاضر هكمل. لو انا نايمت المريض على الرايت سايد واداني سيمتومز وساينز شديده، ونايمت المريض على الليفت سايد واداني سيمتومز ساينز اقل شويه بالديكس والبايك، طبعا معناها ان ده هي بس وان سايد على الرايت سايد. لو انا عملت الابلي مانوفر والمريض ارتاح على وان سايد، معناها ان هي كانت من الاول وان سايد وانا غلطت في الدياجنوزيس. في حاجة مهمة جدا جدا، في حاجة اسمها السوباين ستريت هيد هانجينج بوزيشن. انيم المريض وارجع راسه لورا على في على حرف الترابيزة. احنا قلنا المفروض بيدي تورشنال وكلوك وايز في ناحية، وتورشنال وكلوك وايز وكاونتر كلوك وايز في الناحية التانية. الكلوك وايز في دي مع الكاونتر كلوك وايز في دي يلغوا بعض، يلغوا بعض. فلو هو ترو بايلاترال هيتحول من تورشنال، خلي بالكم من دي، لبيور فيرتيكال، مهم جدا. يبقى ده ترو بايلاترال. لو فضل تورشنال زي ما هو ده سودو بايلاترال، اللي هو الاختبار اسمه ايه، بس بخلي المريض ينام على طرف الترابيزه من ورا. بقى بيور فيرتيكال يبقى ده على طول بايلاترال بوستيريور، ماشي. لكن لو بقى لو ستيل تورشن يبقى سودو بايلاترال، ماشي يا جماعه، مهم جدا. طب الانتيريور كانال، الانتيريور كانال طبعا رير. ليه؟ علشان الاناتوميكال بوزيشن بتاعها ان هي فيرتيكال. ماشي، انا شايف بس كومنت كده حد بيقول يعني زمايلنا في السماعات يقفلوا عياداتهم ولا ايه. لا طبعا، احنا الاثنين بنكمل بعض، احنا والانف وزن بنكمل بعض. We are not competitors. الانتيريور كانال ممكن تبقى تعملي داون بيتنج في اللي هو في الامبولاري سايد، ماشي. الانتيريور، طب ما احنا قلنا برضو اللي يعمل لي داون بيتنج هو البوستيريور كانال لو كانت في النون امبولاري سايد. افرق بينهم ازاي؟ ليه؟ علشان ده لها علاج وده لها علاج. الموضوع بسيط يا جماعه وسهل، بس لازم افرق بينهم، ماشي. الانتيريور كانال بتبقى تديني سيفير فورم، وريفرس المريض يقعد الاتجاه يتغير وفاتيجابل، واهم حاجه جيوتروبيك. لكن البوستيريور كانال في الابو جيوتروبيك فورم مهم جدا، نوت ريفرس، نوت فاتيجابل. يعني المريض وانا نيمته في الديكس والبايك عمل لي داون بيتنج، قعد المريض الدايركشن ما يتغيرش، لكن النستاجمس ممكن يقف. المريض نيمته في الديكس والبايك عمل لي داون بيتنج، قعد المريض الدايركشن اتغير، يبقى موستلي انتيريور كانال، بس لازم نشوف هل جيوتروبيك ولا اجيوتروبيك، ماشي. ده سهل وبسيط. طيب الاتيبيكال فورم بقى، البناين باروكسيزمال بوزيشن فيرتيجو من التعريف بتاعها ان هي باروكسيزمال، لكن هل ممكن تبقى بيرزيستنت؟ اه ممكن تبقى بيرزيستنت. في الحاله تبقى ميس دايجنوز بالنسبه لي، لا مش هتبقى ميس دايجنوز. ليه؟ لو احنا خدنا مثال كده لاترال سيمي سيركولار كانال، ادي هنا الامبولا وفيها الكوبولا، وادي هنا الاندولينف موجود في السيمي سيركولار كانال. حاجه مهمه جدا يا جماعه، الناس الطبيعيين الناس العاديين ليه ما بيحرك راسه؟ ما بيحصلش فيه فيرتيجو، ما بيحصلش بناين، ماشي. لان البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو ممكن يحصل حتى لو ما عنديش بارتكلز، حتى ما عنديش اوتوكونيا، ماشي. يعني لو ما عنديش اوتوكونيا ممكن، لو عندي ديزيز تاني ممكن يعمل لي برضه بناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو. ليه في الطبيعي ما بيحصلش؟ ليه؟ لان السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الكوبيولا هي نفسها السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الاندولينف، فالاثنين بيتحركوا از وان يونت. طب افرض بقى حصل العكس، اي بارتكل تعدت كده استيكي للكوبيولا، لو كبرناها كده لقيناها ستيكي للكوبيولا، فبتغير الدينستي بتاعتها مقارنه بالاندولينف، فبيحصل دينستي ميس ماتش. الدينستي ميس ماتش دي بتعمل حاجه خطيره جدا يا جماعه، اللي هو بيرزيستنت بوزيشنال فيرتيجو، بيرزيستنت مش باروكسيزمال. طب ايه اللي ممكن يغير لي الدينستي؟ اول حاجه لو حصلت شيء هوميوستاسيس، altered homeostasis في الماكرومولكيولز، او الريفرسابل مورفولوجيكال تشينز ان ذا كوبولا. الناس اللي عندهم سادن سنس نيورال احيانا بعد فتره ديفلوبد فيرتيجو، بوزيشن فيرتيجو عشان حصل انلارجد كوبولا. الناس اللي عندهم بنينجايتس لان حصل تشينج في البروتين كونتنت. احيانا واحنا بنعمل انتر تيمبانيك انجكشن ممكن بوست انتر تيمبانيك انجكشن تشينج في السبيسيفيك جرافيتي. طب ما حد يقول لي، طب ما ساعه الانجكشن بيحصل فيرتيجو؟ اه طبعا ساعة الانجكشن بيحصل فيرتيجو، كلنا بنشوفها. ليه؟ علشان درجة الحرارة بتاعة الانجكشن الانجكتد سبستانس ما هيش نفس درجة حرارة البودي، فبيحصل يحصل نستاجمس،
ودي حاجه طبيعيه واكسبكتد لازم تبقى متوقعه. لكن بعدها بفتره ممكن عشان سبيسيفيك جرافيتي، او لو الاندوليمف بقى هيفير نتيجه مثلا هيمرج او نتيجه تروما او وات ايفر تشينج في البلاد بلازما بروتين ليكينج، انتوا زي نار ايل فلويد دي تو بريك اوف ذا بلاد لابنسين، كل ده بيغير الدينستي اوف ذا كوبولا ريليتيف تو ذا اندوليمف. اتغيرت دي بقى بتعمل لي حاجه اسمها بيرزيستنت دايركشنال تشينجينج بوزيشنال نيستاجمس. طب ما هو كلمه بيرزيستنت بتخوفني علشان انا خايف من السنترال. لا دي في البريفرال بتبقى ويز ديفرنت انتنسيتي، ماشي. في البريفرال لها كريسندو، دي كريسندو زي ما قلناها مع الباوينج واللينينج نال بلين. طب ايه الحاجات الكتير دي بقى؟ احنا عاوزين حاجه واحده بس نفرق بينهم اهم، اللي هي ايه بقى؟ اخلي المريض يوطي لقدام ويرجع لورا، ده اللين الباو واللينينج. في حاجه اسمها النال بلين او النال بوينت، مهمه جدا دي. نقول يعني ايه النال بلين؟ السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الكوبولا اما اجي احرك المريض بحركه سلولي لحد ما يجي في نقطه بقت الكوبولا فيرتيكال، ما بتميلش لا يمين ولا شمال. المريض بقى كلينيكال ممكن بنشوفها، والله شفناها حلو قوي، ان هو يقول لك ايه، ايوه خلاص اختفى، ما عدتش دايخ. ده اسمها النال بلين. النال بلين دي موجوده فين؟ موجوده في الكوبولا، مش في البريفرال، مش موجوده في السنترال. فده تيست مهم جدا. طيب زي ما اللايت كوبل، زي ما هيفي كوبل عشان ستيكي سبستانس، برضو بقت لايت كوبل عشان الاندولينف اتغير. ممكن نفرق بينهم، ممكن نفرق بينهم حاجات تانية كتير، احنا برضو هنتلخبط. عاوزين حاجه واحده بس اهي، اللايت كوبل تعمل لي جيوتروبيك، الهيفي كوبل تعمل لي ابو جيوتروبيك. ليه؟ عشان دايجنوز والتريتمنت. طيب البناء بوزيشن الفيرتيجو ممكن سنجل، لكن ممكن تبقى مالتي كانال. ممكن ان هي دايما بلاقي الهوريزونتال مع البوستيريور، ماشي، وبيبقى ميكسد، او بلاقي بايلاترال بوستيريور. معلش انا حاسس ان انا طولت قوي، فانا هضطر امشي بسرعه شويه عشان اخلص، ماشي. طيب هل البوزيشنال فيرتيجو ممكن يبقى فيرتيجو وزاوت نيستاجمس؟ ممكن. ده اسمه سبجكتيف بيناين بوزيشنال فيرتيجو اللي هو تايب 2، يدي نفس كل السيمتومز بتاعه البيناين بوزيشنال، بس نايم المريض يبقى يقول لي انا دايخ لكن انا مش شايف نيستاجمس، ماشي. اهم حاجه افرقها من السيريبيلر ترانك الاتاكس. ليه؟ الموضوع بسيط جدا وسهل، ان المريض ممكن يروح لو هو بس تايب 2، لكن لو هو سيريبيلر دي مشكله. ازاي بقى؟ ان انا لما نايم المريض في الديكسول بايك وبعدين اجي اقعده، المريض جسمه بيتهز، بيحصل كده اوستليشن اسمها لاتيرو بالجن، ماشي، اسمه ريترو بالجن. الريترو بالجن ده بيحصل مع السيريبيلر ترانك اتاكسيا. في السيريبيلر بيبقى بايلاترال، في التايب 2 بيبقى يونيلاترال. نايم المرضى على الرايت وهو قايم حصل له، نايم على الليف ما بيحصلش كده. طيب الباثوجينيسيس ايه؟ بتبقى البارتكلز موجوده في الشورت ارم، او بيقولوا تاني ان ممكن يبقى سمول بارتكلز انف تو برودوس سيمتومز نوت انف تو برودوس ساينز. المانجمنت طبعا مهم جدا. هل ممكن يحصل سبونتينوس ريزولوشن؟ ممكن في الانتيريور او في الهوريزونتال، لكن نيفر يحصل في البوستيريور. اللاترال كانال اعالجها ازاي؟ بالباربيكيو ميثود اهي، ادي الباربيكيو، بنيم المريض على وان سايد، على الافكتد سايد، والفه. عشان كده مهم جدا ابقى عارف الافكتد اير، لان هيبدا بمين. دي مهمه جدا بقى، هنبدا بانهي سايد، لازم ابقى عارف الافكتد سايد، والفه 360 درجه، وكل بوزيشن يقعد فيه من نص الى دقيقه. طبعا انا هنا بس مسرع شويه عشان الفيديو. في حاجه ثانيه اسمها الجفوني. الجفوني ده مهم جدا، اقدر اشخص بيه، اقدر اعالج بيها الكوبولوسايسز والكانانولوسايسز، ماشي. انا عملتها كده وزميلنا الحمد لله، يعني اعتقد ان هم فاكرينها ليا، اللي هو الجي مع الجي مع الجي. الجيوتروبيك اخلي المريض ينام على الجود اير ووشه تاوردز جراوند، الابوجيوتروبيك ينام على الافكتد اير ووشه تاوردز اير، تريبل جي وتريبل اي، ماشي يا جماعه. الجيوتروبيك جود جراوند هنشوفها كده اهو. ده مين؟ العنوان اسمه جفوني فور رايت كوبيولو ليثايسيز ابوجيوتروبيك. يعني انا هنايم المريض على الافكتد سايد،
لان ابوجيوتروبيك يبقى ينام على الافكتد اير. ماشي، خلي بالك بقى من نستجمس اهو، هو ابو رايح ناحيه ليفت سايد، وبعدين الايه الثانيه يطلع لفوق. احنا قلنا ايه؟ يبقى ينام على الافكتد اير والاير الفيس تو ذا اير، خلاص تريبل اي. طيب الجي تريبل جي ينام على الجود سايد ووشه ناحيه الجراوند، الجي جي جي تريبل جي. ماشي، في حاجه اسمها الفورس برونجد بوزيشن اقدر اعملها. الابلي مانوفر طبعا كلنا بنعملها وعارفينها، هي سهله بس المهم اشخص الاول، اشخص المريض الاول. ادي المريض بينام على الافكتد سايد، فبيحصل لي تورشنال ابيتنج نستجمس، استنى عليه من 30 ثانيه لدقيقه، وبعدين وشه للناحيه الثانيه واستنى عليه برضه والدايركشن ذا سيم، وبعدين وشه لتحت، وبعدين سيمي سيتنج بوزيشن السيتنج بوزيشن. ماشي، مهم جدا يا جماعه ابقى عارف بس الاول الدايركشن، ابقى عارف الافكتد سايد، موضوع مهم جدا جدا، لازم اشخص الاول صح. العلاج سهل جدا لكن المهم التشخيص الصح. ماشي، في السيمونت مانوفر برضو نفس الحكايه للبوستيريور، المريض بيبص للذا هيلثي سايد والافكتد اير داون اهي، وبعدين بقلب المريض الناحيه الثانيه ووشه لتحت. تمام، طيب الابوجيوتروبيك في الكالوريس بيحصل حاجه اسمها الديمي سيمونت، لوك ات ذا هيلثي اير اند ذا افكتد اير اب. في حاجه اسمها الفورسد برلونجد بوزيشن تكنيك، ماشي، ده 45 ديجري انيم المريض، بيشنت از اسكت تو لي اون ذا رايت سايد وذ هيد تيرن باي 45 ديجري داون وورد، شود ريمين ذيس بوزيشن فور ات ليست 8 ساعات. ينام على الافكتد سايد، سوري، ينام على الهيلثي سايد. ماشي، الديب هانجنج مانوفر فور ذا انتيريور كانال، ماشي، ده بتعالج. انا في الديب هانجنج في الانتيريور كانال مش بيهمنيش الرايت والليفت لانها بتعالج الاثنين. ماشي، الهيد هانجنج، وبعدين ده بيحصل داون بيتنج، استنى لحد ما السيمتومز والساينز تختفي، وبعدين اعمل فليكشن، بيفضل في كل وضع من دقيقه الى دقيقتين. تمام، ده سهل جدا. طيب البايلاترال، افرض انا عندي بايلاترال، ابدا بمين؟ ابدا بالموست اكيوت 1، الموست سيمتوماتيك 1، وبعدين اعالج الناحيه الثانيه في نفس الوقت؟ لا طبعا، انتظر يومين او ثلاث ايام واعمل اسسمنت للمريض واعالج الودن الثانيه. احيانا وانا بعالج بيحصل حاجه اسمها كانال جام، ودي مشكله. يعني وانا بعمل تيرنينج مانوفر الامباكتد بيحصل امباكشن انتراب وزن انارو اليومن، فبيعمل لي سيفير سيمتوم. الحل بتاعها بس ارجع المريض تاني ريفرس ذا كانال ريبوزيشننج تكنيك. موضوع سهل وبسيط بس مهم يتشخص. بعد ما بخلص بقى اقول للمريض ايه؟ اقول للمريض ما تتحركش من 24 48 ساعه، سيمي سيتنج بوزيشن، افويد الفايولنت هيد موفمنت، ماشي، ما تنامش على الافكتد سايد. لكن الحديث ان هو لا عادي، ممكن بعد ساعتين ثلاثه المريض يبدا يتحرك عادي، مفيش اي مشكله خالص. طب اعمل فايبريشن ولا لا؟ احيانا وانا منايم المريض ممكن اعمل تابنج، هل اعمل فايبريشن ولا لا؟ في البرزيستنت، في ريزيستنت كيس ممكن اعمل تابنج على الماستويد وانا بعمل المانوفر. في النهايه اولا طبعا انا بعتذر عشان طولت زياده عن اللزوم، لكن التيك هوم مسج اللي انا اقولها لكم مهم جدا. نوت اول بناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو، ماشي يا جماعه، مش كل البناين باروكسيزمال هي بوزيشنال، مش كل البوزيشنال قصدي هي بناين باروكسيزمال، ماشي، ده مهم جدا جدا. الحاجة التانية، كل الاكيوت اتاكس لما بشوف المريض في اكيوت اتاك ممكن يعمل لي بوزيشنال فيرتيجو، يديني سيمتومز او ساينز، لان ما بنايم المريض بيحصل بزود الاسيمتري، فمش معناها ان هو بناين باروكسيزمال. اهم حاجة اسأل عن الانيشيتنج فاكتور، مهم جدا، دونت فورجيت الانيشيتنج فاكتور، الدوخة دي بدأت لك ازاي؟ وانت قاعد ولا مع الحركة؟ ماشي، مهم جدا. الحاجه الرابعه، نستجمس دايركشن از ان اسينشال دايجنوستيك ساين، يعني لازم اقدر اعرف احدد الدايركشن بتاع النستجمس.
انا بعتذر لكم جدا جدا، انا اسف طولت عليكم، اشكركم جدا جدا، ويا رب قدرت اكون اول حاجه تفيدكم. شكرا. افتح وزيها. طبعا ان شاء الله رب العالمين، انا دلوقتي بسجلها، ان شاء الله رب العالمين هنزلها لكم، وطبعا يشرفني انها تكون محاضرتي معاكم، ويا رب بس اكون قدرت افيدكم في البرزنتيشن. لكن ان شاء الله انا طبعا بشكركم جدا، ويا رب ان شاء الله اكون قدرت انقل صوره كويسه عن البناين باروكسيزمال بوزيشن فيرتيجو، تقدر تفيدكم في التشخيص باذن الله. اوعدكم ان شاء الله رب العالمين، انا بسجلها دلوقتي في حاجه اسمها سلايد شو ريكوردنج، بسجلها وان شاء الله اول ما تتسجل هرفعها لكم على اليوتيوب وابعت لكم اللينك باذن الله. يا طبعا يسعدني لو في اي سؤال تحت امركم. انا بشكر المجموعه القيمه جدا اللي رتبت للعمل ده، الدكتور رنتيسي، الدكتور احمد، الدكتور محمود فاروق، بقيه الناس انا ما اعرفهمش شخصيا، لكن اشكركم جدا جدا ان انتوا اتحتوا لي الفرصه ان انا اشوفكم واتعامل معاكم. يا رب ان شاء الله رب العالمين اكون قدرت انقل صوره واضحه ومبسطه عن البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو. لو في اي سؤال اهلا بيكم. حاضر يا دكتور احمد. شكرا يا دكتور اسامه، شكرا لكم كلكم، والله انا كلام يعني يسعدني جدا جدا. الكلام اللي انا بقراه يعني كومنتات رائعه، انا يعني مش عارف اقول لكم ايه. انا اشكركم ان انتم اتحتوا لي الفرصه ان اكون موجود معاكم. ان شاء الله رب العالمين، نفسي موضوعات السمعيات كلها تبقى واضحه. يعني موضوع التينيتس برضو دي حاجه مهمه جدا، موضوع الفارماكوثيرابي اوف فيرتايجو حاجه مهمه جدا، موضوع مهمه. لكن ان شاء الله رب العالمين نجهزها. شكرا يا دكتور سعيد، انا مبسوط قوي يا دكتور سعيد ان حضرتك موجود. في سؤال جالي كده من امسك زياد. في سؤال جالي من محمد صبحو. الموست كومن تايب بوزيشنال فيرتيجو البوستيريور طبعا الكنال، علشان الاناتوميكال بوزيشن بتاعها. انا اشكر طبعا كل المتابعين لينا اللي هم زمايلنا اللي اتواصلوا معايا من ليبيا، من العراق، من سوريا، وطبعا زمايلنا من مصر. مبسوط جدا بوجودي معاكم. دكتوره هند، وات تابنج اون ذا ماستويد افتر ابلي، واي تابنج؟ لا انا ما بعملش تابنج الا اذا كانت ريزيستنت يا دكتوره هبه. لو كانت ريزيستنت ممكن نعمل تابنج. بليز سير ان بوينتس الارمنج فور سنترال. ان شاء الله رب العالمين نجهز حاجه على سنترال باذن الله. We need حاضر. What is the sensitivity of V hit؟ طبعا V hit دكتور محمد، ال V hit طبعا ده good diagnostic test، لكن في البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو بيبقى نورمال الا اذا كان associated with other causes، لكن نورمال ما يجيبش. اتس اوكي. ريهابيليتيشن، حاضر يا دكتوره مرام، ان شاء الله نعمل فيديو عن، نعمل محاضره عن ريهابيليتيشن. دكتور محمد الحفني، كيس ستادي ان شاء الله يا دكتور محمد، والله باذن الله انا ناوي ان شاء الله نعمل حاجات كويسه معاكم باذن الله. جون دارلينج، جون دارلينج، I could listen to the lecture، how can I have it؟ ان شاء الله اجهزها وباذن الله ابعتها لك. موست كيس اوف بناين بروجنوزيشن فيرتيجو، دكتور عبد الله جاد، البوستيريور سيمي سيركولار كانال
عشان الاناتوميكال سايد بتاعها. بوزيشنال اند بوزيشنينج تيست ذا ديفرنس. دكتور اسامه بيصار البوزيشنال والبوزيشنينج. البوزيشنينج ده الاثنين طبعا هما نفس الكونسبت ماشي. البوزيشنينج وانا بنيم المريض اثناء البناين بروجزمال في الديكس والبايك او السوباينال تيست. البوزيشنال ان انا بخلي المريض لونج ستاندينج ماشي. ده الفرق بينهم البوزيشنينج والبوزيشنال. الروماتويد دو بيرزيستنت بناين. لا هو على حسب حضرتك اللي موجود البيرزيستنت على حسب هل هو اللي بيعمل لي بيرزيستنت موستلي الكوبيوليثايسيس. وات اباوت دكتوره مرام وات اباوت مايلد كيس اوف بناين بروجزمال فيرتيجو ان ويتش ذا بيشنت فيل ديزي وذاوت اي سي نستجمنت. اه طبعا دكتوره مرام ذيس از تايب 2 اللي احنا بنقول عليه تايب 2 بناين بروجزمال بوزيشن فيرتيجو برضه بنعامله كانه تايب 1 وبنحدد السايد. المالتي كانال افيكشن دكتور احمد عطيه طبعا من النستاجمس وبيظهر نستاجمس في ديفرنت بوزيشن. اف ذا بيشنت هاد نيك بروبلم هاو كان وي دو. دكتوره زينه هاو كان وي دو ابل مانوفر. لا ما نعملش ابل مانوفر, ممكن نعمل سيمونت لان الابل مانوفر في الحاله دي تبقى عشان النيك. دكتور احمد جلال ار فيتامين دي ثيرابي هاف رول ان مانجمنت اوف يو بي في. يعني من الحاجات اللي انا شفتها مصلي بنعمل فيتامين دي بنلاقي لو فيتامين دي ليفل, والفيتامين دي امبورتنت فور ستيكيك اوتوكونيا اوتوكونيا, فممكن ندي فيتامين دي سبلمنت. وات اباوت وات شود بي كومنت اباوت ات وين اي رايت ذا ديجنوستيك فاينل ريزولوشن فيرتيجو. دكتوره ام كلثوم اول حاجه عشان اقول هقول دي رايت ولا ليفت. الحاجة التانية حدد الكنال. الحاجة التالتة اقول كنال ريسايسز ولا كوبري ريسايسز ماشي. يعني مثلا هقول ايه على حسب طبعا الدايركشن اوف نستاجمس. هقول مثلا رايت بوستيريور بناين باروكزيزمال بوزيشنال فيرتيجو اوف كنال ريسايسز, ده الدايجنوز مثلا. دكتور محمد دكتور طارق كان ديجنوز بي بي في وزاوت نستاجمس اونلي فيرتيجو باي مانوفر. طبعا ممكن نعمل ديجنوز, ما احنا قلنا ده اسمه تايب 2 والتايب 2 ده بيبقى موجود لو هي في الشورت ارم او لو هو بارتكلز نوت انف تو برودوس ساينز, بس برضو بعملها كانها تايب 1 وعلى حسب السايد اعمل المانوفر. دكتور محمد محمود رمضان وات اباوت ذا رول اوف دراجز. لا الدراجز لو اتعمل لو احنا عملنا دايجنوز صح بيبقى دراماتيك ريسبونس, والله بيبقى نتيجه غير متوقعه. المريض بيخف فورا مش محتاج اي ادويه. لو المريض احتاج ادويه معناها ان انا ما شخصتش صح او ما عملتش مانوفر صح. دكتوره ايه از فرينزل جوجل از مانداتوري ان دايجنوستيك مانوفر ان بي بي في. لا الفرينزل لو هي مش موجوده خلاص انا مش مهم. لان ليه؟ لان بيبقى النستاجمس واضح جدا بدرجه ان انا مش محتاج فيها الفرينزل. السيزونال اتاك فعلا في بيبرز بتقول ان هو سيزونال اتاك. شكرا دكتوره نجلاء. If patient on any type of treatment of vertigo, is it the test will affect it? لا it's better طبعا لو انا هعمل له تيست ما يكونش واخد vestibular suppressant. فبسأل المريض الاول انت خدت vestibular suppressant لا, علشان السيمتومز تبقى واضحه. ذا ريستنتس ويز بي بي في. دكتور عائشه لا according to cause, لان ممكن يبقى معاه هيرنج لوس وده ملهاش علاقه لكن ممكن. شكرا دكتوره ساره طبعا شكرا اشكرك. if I consulted to assess vertigo case
in casualty department how can I confirm that is peripheral not central one. دكتور عبد الله احنا عندنا لو المريض جاي في اكيوت اتاك عندنا حاجه اسمها الهنت. هنت ثلاث حاجات اللي هو الهيد امبلس والنستاجمس و النستاجمس دايركشن والسكيو ديفيشن. ان شاء الله نعمل عنها برزنتيشن. دي حاجه كويسه جدا وساين مهمه جدا تو ديفرنشيت بتوين بريفرال اند سنترال في حالات الاكيوت اتاك لان دي مهمه جدا جدا. لو انا في العياده ايه الحاجه دكتور ام رياض ام رائد لو انا في العياده ايه الحاجه اللي تخليني اشك انه سنترال من الهيستوري. من الهيستوري ده بيبقى احنا عندنا طبعا بيرزيستنت نستاجمس موجود لما بحط المريض لما بسمع الهيستوري بتاعه ما بيبقاش ماشي نوت ماتشد مع البناين بروجنال بوزيشن الفيرتيجو. موستلي السنترال يعمل بالانس ديس اوردر. موستلي السنترال بيبقى معاه موستلي نيورولوجيكال ساينز واعمل هنت ساينز في الاكيوت اتاك. اني ايديا اون كانال سويتش؟ طبعا دكتور عبد الله وانا بنعمل مانوفر موستلي بتلاقي البوستيريو يتحول للاترال فلاقي النستاجمس بيتغير الدايركشن بتاعه وده مهم جدا. وات از ذا موست تيست يوزد ان بي بي في اللي هو ريهابيليتيف مانوفر دكتوره ساره. احنا قلنا في خمس حاجات اللي هو ايه اللي هو كريسندو دي كريسندو اللي هو بيبقى فيها شورت ديوريشن اللي هو البوزيشنالي انديوسد اللي هو فاتيجابل وريفيرس. دول خمس حاجات اقدر اقول بيهم ده بيناين بروجنوزيشن فورتو ولا لا. في ناس كتير بدأوا يسألوا عن الهوم اكسرسايز. معلش طبعا انا بوصل الناحيه الثانيه عشان زياد ابني بيقول لي في اسئله كتير. دكتور هشام صالح سؤال ممتاز. بيناين بروجنوزيشن فورتو ان بلايند مان هاو وي دايجنوز. يا سلام يا دكتور هشام حلو قوي السؤال. انا في الحاله دي مع اسف انا هعتمد على السيمتومز اكتر. دكتور محمد حسين ابلي مانوفر كود بي دان وانس اور كود بي اور كود بي ريبيتد. لا طبعا كود بي ريبيتد لان انا في الحاله دي انا محتاج ان ممكن اعملها اكتر من مره عشان كده بحتاج ان اعمل فول اب للمريض وممكن يبقى ديتاتشد بارتكلز تتكرر كل فتره لكن لو اتكررت اكتر من مره لازم ادور على برايمري كوز لان عندنا حاجه اسمها السكندري بيناين بروجنوزيشن فيرتيجو. بيشنت ويز بيرزيستنت بيناين بروجنوزيشن فيرتيجو نيد ام ار اي. ممكن نيد ام ار اي طبعا لو انا عندي اي اندكس اوف سسبشن فور سنترال. دكتوره مرام سو هاو كان I know the side in spite of there is no nystagmus in type 2 according to the symptoms. دكتور مرام يعني هو نام على الرايت سايد اداني السيمتومز نام على الليفت سايد نو سيمتومز معناها ان ده رايت سايد موستلي. اعمل ديب هانجنج بس هضطر اعمل في الحاله دي هعمل الثلاثة مانوفرز عشان اقول الموست سيمتوماتيك 1 عشان اقدر احدد السايد. الرول اوف بيتا سيرك اند فيتامينز. دكتور كيا البيتا سيركس ذيس از اسيمتوماتيك تريتمنت نوت اكيوراتيف وان. احنا اهم حاجه في الفيرتيجو لازم احدد الكوز عشان اشخص صح واعالج صح. البيتا سيرك والادويه الثانيه طبعا هي جود سيمتوماتيك ريليف لكن نوت اكيوراتيف وان. علشان كده يا جماعه مش هو وان مان شو مش دواء بيستخدم في كل حاجه. للاسف مره سمعتها من حد زميل قال يعني احنا نتعب نفسنا ليه في الدياجنوز ما هو في الاخر انا بدي بيتا سيرك. totally wrong مش totally wrong البيتا سيرك لا totally wrong ان احنا ناخد الكونسبت ده. البيتا سيرك طبعا هو مفيد وكل حاجه لكن له انديكيشن وبستخدمه في الاكيوت اتاك لان انا عشان اعمل ريهابيليتيشن عشان اعمل كومبنساتوري ميكانيزم انا محتاج ما اديش ادويه كتير واعمل حركه ماشي. فالموضوع ده مهم جدا يا جماعه مش عاوز حد يقول لي ما انا في الاخر هدي الدواء ده totally wrong. زهره كان بيناين بروجنوزيشن اوكي وزاوت نستاجمس. طبعا قلنا اللي هو تايب 2 يا دكتوره زهره.
يا سلام يا دكتور طارق، منور دكتور طارق دسوقي حبيبي. الدكتوره ميرفت، تريتمنت اوف ريزيستنت بناين بروجزم بوزيشنال فيرتيجو، احيانا طبعا لازم اشخص هل هي كوبولوريثايسز، هل هي دينستي مس ماتش، واكوردنج للكوز بعالج. دكتور هيثم، وات ضروري للفيتامين دي؟ طبعا لما الناس احيانا ما بتكرر البناين بروجزم بوزيشنال فيرتيجو اتاكس بطلب فيتامين دي، موستلي بلاقي لو فيتامين دي، فبنضطر ندي فيتامين دي. الهوم اكسرسايز دكتوره زينب، لا مش محتاجها قوي في البي بي في، لان لو اتشخص صح وعملت المانوفر صح المريض بيخف على طول من وان مانوفر، واحيانا بيحتاج ممكن ابص عليه كل 3 ايام او 4 ايام مره، لكن موستلي ما بيحتاجش هوم اكسرسايز، ما بيحتاجش اكسرسايز. محمد البكلي، هند، اهلا وسهلا يا دكتور محمد يا باشا، يشرفني طبعا. ان شاء الله نجهز هنت باذن الله. شير اباوت فيرتيجو بات يو ار دكتور اسامه بصار، ذا جريت بروف زي ذا انترناشونال اوديولوجي ساينتست هاز سيفرال ليكتشرز اباوت فيرتيجو بات يو ار يو اور دير بروف بوت اس ان ذا. اشكرك يا دكتور اسامه، والله دكتور اسامه حبيبي، اشكرك يا دكتور اسامه جدا جدا، ربنا يخليك. دكتور عيسى، هاو مانج اولد ايج بيشنت وذ سيرفايكال ديس اوردرز؟ لا ممكن اعمل له اللي هو السيمونت مانوفر، مش محتاج هايبر اكستنشن، فده سهل ان هو يتعمل في مرض زي ده. يا رب محاضره تانية للتفرقه بينه وبين السنترال، طبعا المسؤولين على الجروب هم اللي يقدروا يقولوا كده، لكن طبعا يسعدني. البراند ضرف اكسرسايز دكتور مصطفى، لا انا لو شخصت المريض صح يا دكتور مصطفى، لو انا عملت المانوفر صح انا مش محتاج اعمل اكسرسايز، لان زي ما اقول لك والله المريض بيبقى دراماتيك ريسبونس. دكتور محمود رمضان، which drug you prefer it if indicated histamine antihistamine or combined؟ sometimes ادي combined دكتور محمود، بس في الحالات اللي بيبقى secondary، لكن البرايمري وبناين بروجزم فيرتيجو موستلي ما بنديش فيها ادويه. دكتوره زينة، please need lectures about sensory neural in elderly patient، طبعا يشرفني والله، ان شاء الله رب العالمين نجهز حاجه زي كده. اهلا يا دكتوره منار، اهلا وسهلا، شكرا يا دكتوره سماح، شكرا. Can we use repositioning maneuver in the acute phase؟ mostly المريض يا دكتور، المريض يا دكتور عبد الله بتاع اللي هو البناين بروجزم بوزيشنال فيرتيجو، mostly انا ما بشوش في الاكيوت اتاك، هو يجي يقول لي انا جات لي اتاك من شويه، لكن انا اللي بعمل الاتاك، احنا اللي بنعمل الاتاك، لان هي الاتاك بتاعته تبقى شورت ديوريشن، لما بيجي لي خلاص تبقى هي سيلف، عشان كده مصلي احنا بنشوف احنا اللي بنعملها، فطبعا بعمل له مانوفر. دكتور هاني، اهلا وسهلا طبعا يا دكتور هاني، حاضر هنزلها لك تحت امرك. وين سيرجيكال تريتمنت از مانداتوري لو بيرزيستنت وفيلير ريسبونس تو ميديكال تو ريهابيليتيف مانوفر، وهي السكندري ممكن الجا للسيرجيكال. شكرا يا دكتوره ساره. دكتوره اسماء، هل لازم اوقف الادويه قبل الاختبارات بيومين؟ اتس بيتر طبعا عشان ما تعملش ماسكينج للسيمبتومز والساينز. الريكارنت هايبوكالسيميا والفيتامين الهايبو والفيتامين دي، ده من الحاجات اللي ممكن تعمل لي ريكارنس طبعا يا دكتور علاء. طبعا ملاحظه كويسه قوي يا دكتور فؤاد، صح، لكن هو للاسف الفيديو اللي كان كده في السوباين رول تيست يا جماعه لازم اخليه 45 ديجري، صح كلامك 100% صح، لان عشان اخليها في اللاترال سيمستر كانت تبقى هوريزونتال، لكن هو الفيديو يا دكتور فؤاد هو للاسف اللي كان كده، لكن كلام حضرتك صح ان هو بحط المريض 45 ديجري.
دكتور رمتيسي طبعا اهلا بيك، السمعيات تشرف بيك، واحنا مكملين ليكوا يا دكتور محمد، احنا والسمعيات واحد. اهلا وسهلا يا دكتور نجم، منور يا باشا، منور والله، وسعيد جدا بوجودك هنا. دكتور احمد نجم طبعا. دكتور احمد الهيني، الام ار اي انا بحتاجها لو انا شاكك يا دكتور احمد ان هي سنترال. ماشي، لو انا شاكك ان هي سنترال، هل العين، المشكله في العين لها مشكله في الفرتاجو؟ طبعا دكتور احمد، احنا عندنا ثلاث حاجات اساسيه للبالانس اللي هم الاي والاير والبروبريسبتيف، فعشان كده لو في محاضره مجمعه عن الفيرتيجو، احنا بنتكلم بس عن البناير بروجريسيف بوزيشن فيرتيجو، لكن طبعا لازم ابص للجسم للبودي كله از هول عشان اشخص هل هي فيستيبولر ولا نون فيستيبولر، ولو فيستيبولر الكوز بتاعها ايه، وبعدين هي رايت ولا ليفت، بريفرال ولا سنترال، كومبنسيت ولا دي كومبنسيتد. فهو الموضوع بيحتاج كده، لكن احنا طبعا احنا كنا بنتكلم بس على حاجه معينه اللي هو البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو. هنا ديكس وال بايك ذير از ايميديتلي سيفير اتاك اوف ديزنس ويز موفمنت اولزو شي ووز ستيبل. دكتوره ايمان، وان كيس وين اي ستارت ديكس وال بايك ذات از ايميديتلي سيفير اتاك of dizziness with movement through although she was stable. طبعا احيانا مع بداية الحركة بيحصل stimulation، المفروض نكمل المانوفر، ما نخافش نكمل المانوفر عشان نوصل للدياجنوز. ونبص لنستجمس يا دكتورة ايمان، شكرا يا دكتور احمد. حبيبي يا دكتور ياسر اشكرك، اهلا بيك طبعا، منور. دكتور حسين وليبيا واهل ليبيا، واشكرك جدا على المجموعه اللي حضرت من ليبيا. دكتور حسين الخمري، شكرا يا دكتوره زهراء، شكرا يا فندم، وباذن الله نجهز حاجات كويسه تفيد كلكم يا رب باذن الله. انا اسف طبعا اتاخرت عليكم قوي، وعندي زياد ابني قاعد معايا قدامي كل شويه بيشاور لي بيقول لي انت كده اتاخرت قوي يا بابا، فيعني انا سعيد جدا بوجودي معاكم، ويا رب دايما نجتمع على الخير. وشكرا تاني وتالت ورابع للمجموعة المسؤولة عن الجروب، دكتور رمتيسي، دكتور احمد عفيفي، دكتور محمود فاروق. للأسف يا جماعة انا مش عارف بقية المجموعة، لكن اكيد انتوا عملتوا مجهود، يا رب يكون دايما في ميزان حسناتكم، وان شاء الله نلتقي على خير. شكرا ليكم، ويا رب دايما نشوفكم على خير. شكرا، سلام عليكم.